بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا رغم المكتسبات على مستوى يعني توسيعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي ما زال دون انتظارات صاحب جلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من المواطن من الشعب المغربي. ففيما يخص التعليم الأولي مثلا فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلاؤم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي. في المرحلة الابتدائية فإن قرابة 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30% من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات. بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسمي سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29% من التلاميذ بالوسط القروي و13% من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.